صباح الخير. مبسوط قوي اني ابقى موجود هنا معاكم النهارده، ومبسوط ان عندي فرصه احكي معاكم شويه في حاجه قضيت وقت كتير بفكر فيها. الحقيقه الموضوع ابتدى بطريقه شخصيه. انا كان عندي السؤال ده، هو يعني ايه؟ يعني ايه الغفران؟ وبالنسبه لي كنت حاسس انها حاجه مهمه بصوره شخصيه. كنت عايز افهم يعني ايه انا اغفر لحد، كنت عايز افهم يعني ايه حد يغفر لي. واعتقد انه اغلبنا عدى في اوقات في حياته كان بيسال فيها او بيفكر فيها في الغفران بصوره ما. الغفران كان مفهوم وكظاهره اجتماعيه شائع جدا، لكن في نفس الوقت الاكتشاف هو ان هو حاجه معقده جدا، وانه حواليها لخبطه كتير. اعتقد ان في ناس كتير قوي بتتكلم عن غفران وبتصارع مع الغفران سواء لنفسها او لحد تاني، بس مش دايما بيبقى واضح انا يعني انا كده غفرت ولا ما غفرتش، وانا بعمل ايه بالظبط لما بغفر. قعدت كذا سنة بفكر في الموضوع، والسنة اللي فاتت بالذات قررت اني اخد الموضوع بطريقة اكاديمية اكتر، وكتبت رسالة الماجستير بتاعتي عن الغفران واخده من منظور فلسفي شوية. فانا هعمل معكم شوية فلسفة النهاردة. هيقول انه هلخص كده كل اللي انا هقوله في التوك بتاعتي، وبعدين همسك حتة من الجملة دي واتكلم عليها. المشكلة اللي بنلاقي نفسنا فيها هي اننا كائنات خيرها الاعظم انها تكون في علاقات جيدة، ولكننا في نفس الوقت بنلاقي نفسنا بنتصرف بطرق بتدمر العلاقات الجيدة. الغفران والمصالحة هما الحل للمشكلة دي، لانه في امكانية للغفران والمصالحة ينفع نعيش في علاقات جيدة. خليني امسك جزء من الجملة دي اللي بتلخص الفكرة اللي انا عايز اقولها لكم النهاردة. اول حاجة، هو يعني ايه علاقات جيدة؟ بنقضي وقت كتير برضو بنفكر فيه، هو ايه اللي بيخلي حياتنا تستاهل انها تتعاش؟ وانا اعتقد انه كل انسان فينا عنده اجابة على السؤال ده، سواء انت فكرت في السؤال بالصيغة دي ولا لا، بس كل واحد فينا عنده حاجات معينة في حياته لو مش موجودة هيبقى حاسس انه انا مش قادر اعيش حياتي. واعتقد انه لو دورنا جامد، واللي عايز اقترحه عليكم انه الحاجة اللي بتخلي حياة الانسان عامة تستاهل انها تتعاش هي انه يكون عنده نوع معين من العلاقات. ده مش معناه انه مفيش حاجات تانية حلوة ومهمة جدا في حياتنا، لكن يبدو لي انه الحاجات التانية الكتيرة دي الحلوة والإيجابية اللي في حياتنا لما بتبقى في إطار علاقات صحية جيدة مع ناس حوالينا بنكتشف انه احنا عارفين نستمتع بيها اكتر، والحاجات دي ليها قيمة اكتر. ولو ما عندناش العلاقات دي بنلاقي نفسنا تعبانين، حتى لو عندنا كل الحاجات الإيجابية التانية اللي احنا بندور عليها في حياتنا، زي مثلا النجاح، وزي مثلا انه يبقى عندي قوة او سلطة معينة في حياتي، او زي اني بعرف استمتع بحاجات معينة في الحياة. وعلى فكرة دي مش فكرة جديدة، انا اعتقد الامثال الشعبية وصلت الموضوع ده من زمان قوي، لما قالوا انه جنة من غير ناس لا تنداس. احنا مش عايزين نبقى في احلى مكان في العالم، حتى بس لو احنا لوحدينا ملهاش قيمة وملهاش معنى. بس المشكلة مش بس اننا محتاجين ناس حوالينا، لانه على فكرة في ناس كتير قوي، في ناس كتير حواليها بس لسه حاسين ان هم في الجنة اللي من غير ناس. لان احنا مش بس بندور على انه يبقى في صحبة، احنا بندور على علاقات ليها شكل معين، علاقات عميقة. واللي عايز اقترحه هو انه العلاقات الجيدة اللي انا بفكر فيها دي بتتميز بحاجتين، بالقرب وبالعمق. خليني افكر في الكلمتين دول معاكم بسرعة. لما بفكر في انه العلاقات دي بتتميز بالقرب، هو ايه اللي بيخلينا نحس ان احنا قريبين من حد؟ عمركم قضيتوا، انا فاكر وانا صغير كنا كتير لما ببيت عند ناس اصحابي وبنقعد نحكي مع بعض، خصوصا لما السهره بتطول وعارفين تقعدوا تضحكوا، وبعدين تبتدوا تضحكوا بقى بطريقه شخصيه اكتر قوي من الاول، لانكم قاعدين ما اعرفش ليه، بس بالليل عاده الحكاوي بتبقى شخصيه اكتر بصوره ما. بس تلاقي نفسك حكيت حاجه ما بتحكيهاش لناس كتير حواليك، واول ما تحكيها والحد اللي قدامك يتفهم اللي انت بتقوله ويحس ايه ده، وطبعا يا ريت لو قال ايه ده انا كمان ساعات بفكر في اللي انت بتفكر فيه، تحس ان حاجه غريبه حصلت ما بينكم، تحسوا ان انتوا قربتوا من بعض. وهنا مش بتكلم عن قرب جغرافي، يعني ما بقيناش قاعدين اقرب من بعض، لكن بتكلم عن قرب علاقاتي. القرب العلاقاتي يبدو ان هو بيجي من اني ابقى معروف، اني ابقى معروف على حقيقتي، ان كل ما ببان زي ما انا بجد، كل ما ببطل ابقى مستخبي، كل ما ببطل البس اقنعه مختلفه، كل ما بحس اني اقرب للناس اللي عارفاني. واحده من المشاكل هي ان احنا
احنا كائنات عايزه تتحب، بندور على الحب بطريقه قويه قوي. المشكله انه ساعات كتير بيبقى راينا ان احنا لو اتعرفنا على حقيقتنا مش هنتحب، فعشان كده بنحاول نقيف حقيقتنا دي، بنحاول نظبطها بحيث انه المنظر اللي يبان يبقى المنظر اللي هيتحب. بس المشكله انه الفعل اللي احنا بنعمله ده عشان نتحب بيخلينا احنا عارفين انه الناس اللي حبانا حابه القناع اللي احنا لابسينه. يعني انا اكتر واحد عارف انه الناس حباني لانهم مش عارفين الحاجات دي عني. عشان كده انا عايز اقترح انه العلاقات الجيده فيها نوع القرب اللي فيها انا معروف على حقيقتي ومحبوب وانا معروف. لو محبوب وانا مش معروف انا مش هبقى مصدق اني محبوب. بس دي مش حاجه سهله، دي حاجه صعبه، لاني لما بتعرف انا زي ما كنت بحط نفسي في ايدين حد تاني. هتكلم اكتر عن الموضوع ده في النقطه الثانيه. النقطه الثانيه اللي هي العمق. العمق في العلاقات بيجي من قد ايه انا حاطط نفسي في حياه الناس اللي حواليا، وقد ايه انا مدي مساحه للناس اللي حواليا ان هم يبقوا جوايا. انا مش بتكلم بس عن ان نبقى بنعمل حاجات مع بعض، لكن لو فكرنا في حياتنا كانها البيت بتاعنا، السؤال هو هل انا بدخل ناس البيت بتاعي جوه ولا لا؟ وطبعا المخاطره الكبيره في انك تدخل حد بيتك هو انه لو هو في بيتك الافعال اللي هيعملها والقرارات اللي هياخدها هتاثر فيك. فهي بتتطلب ثقه، والثقه مش حاجه سهله، ومش حاجه سهله عشان الجمله الثانيه اللي انا بتكلم عليها. عشان للاسف خبرتنا في الحياه ان احنا مش نوع الكائنات اللي بنعرف لما بندي مساحه لبعض ولما بنثق في بعض نستخدم المساحه دي بطريقه تبني بعض. احنا لاقيين نفسنا مع انه ساعات بنبقى مش عايزين نبقى كده، ومع انه ساعات بنحاول ما نبقاش كده، الا اننا بنلاقي نفسنا نوع الكائنات اللي كتير قوي بيتصرف بطرق بتجرح وبتوجع العلاقات اللي احنا بنتكلم عنها. فبنلاقي نفسنا بنعمل حاجة هسميها، انا عارف ان الكلمة صعبة بس مش بلاقي كلمة احسن من كده اعرف بيها الموضوع ده، بنعمل شر. احنا ساعات لما بنفكر في الشر بنفكر فيه حاجات كبيرة وحروب ومجاعات وناس بتتقتل وناس بتموت، لكن اعتقد ان الشر حاجة اقرب قوي مننا. الشر هو اي تصرف فيه انا لما ببقى عندي مساحة في حياة حد تاني بتصرف بطريقة فيها بحط مصلحتي قبل الحد التاني ده، فبدوس على الحد التاني. واللي ده بيعمله هو انه بيدمر العلاقات. وانا مش حاسس ان انا بتكلم عن حاجة احنا بنختبرهاش كتير في حياتنا، احنا بنشوفها اكتر بكتير لما بتتعمل فينا. الشر بنميزه لما احنا بنبقى الضحية بتاعته اسهل قوي من ما بنميزه لما بنبقى احنا اللي عاملينه. كتير لما احنا بنعمله بنلاقي طرق نبرر بيها الموضوع لنفسنا، بس احنا محتاجين نسمع صوت الحد اللي احنا لعبنا في بيته، الحد اللي احنا خبطنا جواه. فالعلاقات الجيدة هي العلاقات اللي فيها انا ليه مساحة في حياة الشخص اللي قدامي، بحب الشخص اللي قدامي وعارفه، وهو ليه مساحة في حياتي يحبني وعارفني. ونوع الكائنات اللي تعرف تعيش بصورة مستديمة جوه العلاقات الجيدة هي نوع الكائنات اللي عارفة تتعامل مع مشكلة الشر دي، مع مشكلة اننا نوع الكائنات اللي بتجرح وبتوجع بعض. عشان نبقى نوع الكائنات احنا اللي تعرف تحب بجد، اللي تعرف تبقى في نوع العلاقات دي، اعتقد ان احنا محتاجين ثلاث حاجات. محتاجين نبقى بنحب، والمحبه هنا مش مشاعر بس، المحبه هنا اختيار انه الاخر مهم بالنسبه لي او حتى اهم مني بالنسبه لي. محتاجين يبقى عندنا حكمه عشان نعرف نميز ايه نوع الافعال اللي لو عملناها ده هيبني وهيفيد الاخر، وايه نوع الافعال اللي لو عملناها هيهد وهيدمر الاخر. انت ممكن تبقى بتحب حد قوي ويبقى مهم جدا بالنسبه لك، لكن بسبب ان انا ما عنديش حكمه كفايه انا اتصرف بطريقه هتوجع وتجرح الناس اللي حوالينا. واعتقد دي حاجه برضو احنا اختبرناها. ساعتها مش بنلوم الشخص قوي لانه ما كانش يعرف يعمل احسن من كده، بس هو ده مش معناه انه ما جرحنيش، ومش معناه ان هو ما ضايقنيش وما تعبنيش في حياتي. واخر حاجه محتاجينها اعتقد ان احنا محتاجين شجاعه. والشجاعه هي الاختيار اني هعمل الحاجه اللي انا مقتنع ان انا محتاج اعملها، اللي انا مقتنع اني مفروض اعملها، حتى لو النتائج والتبعيات ممكن تبقى صعبه عليا وممكن توجعني. الشجاعه مش اني ما اخافش، الشجاعه هو اني حتى وانا خايف اعمل اللي انا عارف اني مفروض اعمله. فدي المعضله اللي انا شايفنا فيها، ودي المعضله اللي انا رايي انه الغفران بيقدم ليها حل. وعايز اقول لكم ثلاث حاجات عن الغفران. اول حاجه، الغفران قرار ومشوار.
الغفران بيبان بيظهر كاحتياج اول ما بنبقى في علاقات وبيحصل فيها نوع من انواع الاساءة، بيحصل فيها نوع من انواع الغلط. السؤال هو الحاجة الغلط دي بتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا اديتكم صورة انك انت تبقى في بيت وحاجة تتكسر في البيت، بس تعالوا نتكلم بصورة علاقاتية اكتر، هو ايه اللي بيحصل لما حد بيغلط فيا؟ واعتقد السؤال ده كان يعني هو كان سؤال صعب بالنسبة لي اجاوبه، لانه في ناس بتجرحنا وبتوجعنا واحنا مش معاهم في علاقات عميقة، لانه احنا بصورة ما عندنا زي امكانية للتأثير في اي حد في المحيط بتاعنا. انا ممكن انزل الشارع واحد ما اعرفوش ما عنديش معاه علاقة عميقة واثر فيه، بس عارفين حاجة غريبة قوي بتحصل اعتقد لما احنا بنسيء حتى لحد احنا ما نعرفوش كويس، الاساءة دي بتخلق نوع معين من العلاقة. قريت قصص كتير عن الغفران وانا بفكر في الموضوع ده، قصص لواحد اسمه هكتور بلاك، دوروا عليه على جوجل. هكتور بلاك بنته هجم على بيتها واحد راجل وسرق البيت، وبعدين خد مخدرات وبالفلوس اللي باع بيها الحاجات اللي سرقها، وبعدين رجع تاني البيت اغتصب البنت وقتلها. وهكتور بلاك بيحكي قصته مع الراجل ده، بيحكي قصته اللي فيها قرر ان هو هيغفر للراجل ده. قصة غريبة جدا، وبتوصل لحتة وهو بيحكي القصة وهو بدموعه بيتكلم عن يوم محضن الراجل اللي عمل كده في بنته. في قصة لواحدة اسمها ثوردس إلفا، اللي في تيد توك هتلاقوها عن ثوردس، بتعملها مع توم سترينجر. توم سترينجر علاقتهم ببعض هما انه قبليها بحوالي 16 سنة او 18 سنة كانوا متصاحبين، وفي يوم من الايام توم اغتصب ثوردس، ومشوار 16 سنة فيه حصل غفران ومصالحة ما بينهم، مشوار صعب قوي. كتبوا كتاب مع بعض اسمه South of Forgiveness. في واحد اسمه ميروسلاف فولف فيلسوف كرواتي بيحكي القصة اللي فيها أخوه وهو هم صغيرين كان بيهرج مع واحد حارس، واحد عسكري، والعسكري وهو بيهرج معاه بالغلط ضرب طلقة وقتل. وميروسلاف فولف بيحكي قصة أهله وهم بيقرروا يغفروا للطفل ده، للراجل اللي قتل الطفل ابنهم. معرفش بتحسوا بإيه لما بتسمعوا القصص دي، بس في ناس بالنسبة لها اللي أنا بقوله ده والقصص اللي أنا بحكيها دي مستحيلة، أنت إزاي بتتكلم عن حاجة زي كده؟ وأعتقد إن ده سبب من الأسباب اللي عشانه وخلاني أنا عايز أفكر أكتر في الموضوع ده. خليني أقترح إنه اللي بيحصل لما حد فينا بيسيء لحد تاني هو انه بيخلق نوع معين من العلاقة، زي ما يكون الاساءة اللي بنعملها بتربطنا ببعض سواء اردنا او لم نريد. لو انا غلطت في اي حد انا كأني بعمل ربطة ما بيني وما بين الشخص ده، الربطة دي بتبان فيا كشخص غلطان في حاجة اسمها الذنب. خلي بالكوا الذنب غير الشعور بالذنب، انت ممكن تبقى حاسس بالذنب والذنب مش حقيقي، بس ممكن تبقى عندك ذنب حقيقي وبتهرب من الشعور بالذنب. لكن الذنب كواقع أخلاقي لإنسان عمل حاجة غلط هو حاجة عاملة زي الدين. وعلى فكرة في لغات تانية كلمة الذنب بنستخدم كلمة دين، يعني مثلا الكلمة الألمانية لذنب شل معناها إنك أنت عندك نوع من أنواع الدين لحد تاني، وبتبان في الشخص المغلوط فيه، الرباط اللي ما بيننا من بعض بيبان في الشخص المغلوط فيه كاستياء ومرارة، كنوع من أنواع الشعور إنه أنا ما استحقش اللي حصل فيا ده، اللي حصل فيا ده كان غلط والشخص ده مديون ليا. والفكرة دي بتاعت ان الشخص ده مديون ليا وانا بقى طالبه بالدين اللي هو مديونه ليا، اللي عمله مكلفني، اللي عمله واجعني، اللي عمله بيدفعني ثمن وانا عايز الثمن. وهي دي الفكرة اللي وراء الانتقام. عارفين لما حد بيغلط في حد بنحس انه انا عايز انتقم، والفكرة هي انا عايزه يدفع لاني حاسس انه يمكن لو هو دفع انا هستريح، انا مش عايز اكمل ادفع التمن بتاع الحاجة اللي هو عملها فيا. وده الشعور بالاستياء والمرارة اللي بيكمل معايا، الذنب والاستياء مع بعض بيخلونا مربوطين ببعض مهما بعدنا عن بعض. ثوردس إلفا وتوم هي كانت في أيسلندا وهو كان في أستراليا، وسنين ما قابلوش بعض لكن كانوا قريبين جدا من بعض في حياتهم، كانوا جوه حياة بعض حتى لو مش بيشوفوا بعض. تعرفين اللي مرعب بالنسبة لي ان انت ممكن تبقى مربوط بشخص مش موجود اساسا، ممكن يبقى الشخص مات وانا لسه رابط نفسي بالشخص ده، لسه رأيي ان هو مديون ليا عشان اللي هو عمله فيا،
وزي ما اكون جوايا بصوره غير منطقيه، بس مش فارق منطقيه ولا انا بطالب الشخص ده انه يدفع لي ثمن اللي هو عمل. وانا عايز اقترح ان الغفران هو القرار والمشوار اني افك الربطه اللي ربطاني بالشخص ده. الربطه دي بتعمل حاجات كتير قوي، منها انها بتخليني مش عارف ابني مع الشخص ده اكيد روابط تانية ايجابيه، علاقه تانية ايجابيه، ولو كان في علاقات ايجابيه ما بيننا وبين بعض روابط ايجابيه، الربطه اللي بتنتج عن الاساءه بتدمر الروابط التانية اللي كانت موجوده في حياتنا ما بيننا وبين بعض. وكلنا عارفين انه لو انا حد غلط في حقي علاقتنا بتبقى متاثره بالغلطه دي، حتى الحاجات الايجابيه اللي فيها. لو الغلطه دي غلطه حقيقيه كفايه وليها ثمن كافي، مش ببقى عارف امارس بقيه علاقتي مع الشخص ده بالطريقه اللي انا عايز اعمل بيها كده. قرار اني افك نفسي من الرباط ده، والقرار ده معناه اني مش هطالب الشخص انه يدفع لي ثمن اللي هو عمله فيا. وده قرار صعب جدا 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 جدا. وده ينقلني للنقطه الثانيه، بس قبل ما اخش للنقطه الثانيه انا عايز اقول انك ممكن تاخد القرار بتاع الغفران، وممكن تاخد القرار بتاع الغفران، بس عرفي انه عشان القرار ده يترجم لمشاعري ويترجم للعلاقه نفسها ده بيحتاج مشوار طويل، ده بيحتاج مشوار ساعات بياخد سنين. فممكن تبقى خدت قرار الغفران بس مشاعرك لسه بتصارع جامد انك انت توصل لانك انت فعلا حاسس انك انت غفرت للشخص. انت ممكن تبقى عارف انك غفرت بس لسه مش حاسس انك غفرت. بس الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها عن الغفران، الغفران دايما ليه ثمن. مفيش حاجه اسمها حد يغفر لحد من غير ما يدفع ثمن، لانه كل غلطه تستحق الغفران هي غلطه ليها ثمن. والسؤال دايما هو مين اللي هيدفع الثمن، الغلطان ولا المغلوط فيه؟ وفي ذهننا دايما راينا انه اللي المفروض يدفع الثمن هو الغلطان، بس عارفين المشكله ايه؟ انه في انواع غلطات حتى لو الغلطان عايز يدفع الثمن هو مش هيعرف. فكروا في هكتور بلاك والشخص اللي اغتصب وقتل بنته. حتى لو الشخص ده تاب واعتذر وقضى عمره في السجن، وده حقيقي ده حصل عن الشخص ده، هو ما يقدرش يدفع الثمن، هو ما فيش حاجه يقدر يعملها. لكن هكتور بلاك ممكن يفضل قاعد في الموقف اللي فيه بيطالبه انه بيدفع الثمن، وده اللي بيكون الاستياء والمراره اللي جوانا اللي بتخلينا مربوطين بالشخص ده مش عارفين نتعامل مع الشخص ده، والرباط اللي ما بيننا وما بينه بيأثر على بقية حياتنا كلها. الغفران دايما ليه ثمن، وانا عايز اقول ان الغفران هو اختيار، هو قرار اني هقبل اتحمل ثمن الغلطة اللي اتعملت فيا بنفسي عشان اطلق الشخص اللي عملها فيا. ولو انتوا حاسين اللي انا بقوله ده حاجة راديكالية جدا وحاجة صعبة جدا، صح. الغفران واحدة من أصعب الحاجات اللي في الدنيا، وأي حد اتجرح واتوجع في الحياة عارف كده. ولو أنت رأيك أن الغفران سهل في الأغلب أنت ما اتجرحتش بجد قبل كده، بس أي حد اتجرح بجد واتوجع بجد عارف أن الغفران واحدة من أصعب الحاجات اللي في الدنيا. هديكم مثال سريع عشان ما طولش. تخيلوا حد جه عندي البيت وقعد على كرسي والكرسي اتكسر. أنا ممكن أقول له ولا يهمك حبيبي يعني عادي فداك، بس عارفين جملة ولا يهمك عادي فداك دي معناها إيه؟ معناها انا مش هطلبك بثمن اللي انت عملته، بس عارفين ده معناه ايه؟ انا هدفع ثمن الكرسي. لو انا ما سامحتوش، لو انا ما غفرتلوش، انا هطالبه ان هو يجيب لي كرسي بداله او يدفع لي ثمن الكرسي اللي هو كسره. اعتقد انه في العلاقات احنا بنشتغل بنفس الطريقه. فالغفران دايما ليه ثمن، وعشان كده الغفران يتطلب محبه، اختيار اني احب شخص تاني لدرجه اني اقبل ادفع ثمن غلطه هو عملها فيا، وانا بحب اكتر شخص انا مش عايز احبه لانه هو الشخص اللي مسبب لي الالم اللي انا فيه. عشان كده الغفران لما بيحصل هو ظاهرة انسانية غير طبيعية. في ناس اتكلمت عن الغفران دي حاجة بتاعت ربنا بس، ربنا هو اللي بيمكن البشر ان هم يعملوها. اخر حاجة عايز اقولها عن الغفران انه الغفران مش هو المصالحة. انا اعتقد دي حاجة مهمة قوي لازم نفهمها كويس. عشان يحصل مصالحة لازم يحصل اكتر من الغفران. خليني اقولها كده، الغفران ضروري للمصالحة لكنه ليس كافي للمصالحة. المصالحة معناها ان العلاقة ترجع تاني زي ما كانت قبل الاساءة. عشان يحصل مصالحة لازم يبقى فيه غفران من الشخص المغلوط فيه، بس لازم يبقى فيه توبة من الشخص اللي غلط. ولما بتكلم عن توبة انا بتكلم عن مش مجرد انه حد يجي يقول لي انا اسف. على فكرة احنا ممكن نقول انا اسف عشان اسباب كتير غير ان احنا تايبين. ممكن نقول انا اسف عشان اتقفشنا، ممكن اقول انا اسف عشان العلاقه دي كان فيها مصلحه ليا وعايز ارجعها،
لكن التوبة معناها اني انا برجع عن الدوافع والافكار اللي سببت اني اعمل الفعل الغلط، اني بقى اراجع الدوافع بتاعتي والافكار بتاعتي اللي سببت الفعل الغلط دي وبغيرها. وده بيبان اعتقد في ثلاث حاجات. اي توبة حقيقية بتتطلب اعتراف، اعتراف حقيقي وكامل بالفعل اللي انا عملته، بيتطلب اعتذار، اعتذار يعني تحمل مسؤولية عن الفعل اللي انا عملته، انا مسؤول وكان ممكن ما اعملوش وقررت اعمله. على فكرة لو قلت، لو اديت لنفسي اعذار، انا بقول ان انا مش محتاج غفران، لان الشخص المعذور هو الشخص اللي ما بنغفر لهوش. احنا بنغفر للشخص اللي مش معذور بالفعل بتاعه، الشخص اللي فعله فعلا كان غلط وكان ممكن ما يعملوش. والحاجة الاخيرة اللي توبة بتتطلبها هي وعد، لانه ده بيعكس التغيير اللي حصل في الدوافع في القلب وفي العقل في الافكار، عشان ابقى نوع الشخص اللي هينفع تثق فيه تاني، اللي هينفع تدخلني بيتك تاني، اللي هينفع تدخلني حياتك تاني. والاعتراف والاعتذار والوعد لازم يبانوا في حياة الشخص اللي قدامي. عارفين لو ده ما حصلش ممكن اغفر للشخص اللي غلط فيا واكمل احبه واتمنى له الخير، بس محتاج ابعد عنه، لان لو الشخص ما تابش ده معناه انه هو الدوافع والافكار اللي سببت الفعل اللي هو بيعمله لسه موجوده معاه. ومع انك انت في غفرانك ليه فكيت نفسك من الرباط اللي ما بينك وما بينه، هو لسه مربوط بيك، لكن انت ممكن تبقى حر منه لانك غفرت. بس خليني اقول اني انا رايي انه الغفران هدفه المصالحه، لكن مش دايما هيوصل لها، لانه عشان يوصل لها، عشان يوصل للمصالحه، لابد ان الشخص الاخر ياخد الخطوه اللي هو محتاج ياخدها عشان يرجع انه العلاقه دي ترجع للصوره اللي ممكن تبقى فيها علاقه جيده. خليني الخص اللي انا بقوله في اني اقرا معاكم جمله تاني اللي ابتديت بيها. احنا بنلاقي نفسنا كائنات خيرها الاعظم هي انها تكون في علاقات جيده، نوع معين من العلاقات، ولكننا في نفس الوقت بنلاقي نفسنا بنتصرف بطرق بتدمر العلاقات الجيده. الغفران والمصالحه هما الحل للمشكله دي. بدون غفران ومصالحه المجتمعات ممكن تنهار. بدون غفران ومصالحه صعب يبقى في علاقات مستديمه. اسالوا اي اتنين متجوزين بقالهم مده طويله ينفع تكملوا من غير غفران ومصالحه؟ في الاغلب الموضوع صعب قوي، لاننا دايما بنلاقي نفسنا بنعمل انواع حاجات بتوجع بعض، لانه في امكانيه للغفران والمصالحه ينفع نعيش في علاقات جيده. شكرا.